نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلاة دائمة ما دامت الدنيا، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم أيها الفضلاء ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، تتابع الحديث في خطب سابقة عن مفهوم الحب بين الشاب والفتاة، وطرحنا أسئلة وأجبنا عنها، وقلنا أن ديننا لا يطالب المحبين، بل إنه لا يطالب بواعث المرام. وقلنا كذلك أن ديننا لا يجفف منابع الود والاشتياق بين الشاب والفتاة. وقلنا كذلك لا يحسن بنا أن ننظر إلى هذا المفهوم على أنه مذم ومنقص. واليوم نكمل هذا العقد بسؤال آخر: هل الخطأ حب جسيم؟ هل الحب بين الفتاة والشاب خطأ جسيم؟ بناء على تقسيمها للحب في الخطب السابقة، الحب حبان: حب مشاعر وحب سلوك. فلو سألنا هل حب المشاعر خطأ جسيم؟ نقول لا، لأن حب المشاعر له ترجمة خاصة. ولو سألنا هل حب السلوك خطأ جسيم؟ نقول نعم. قد يسأل أحدنا يقول: طيب ليه يا أخي معقد الواجد يعني؟ يا أخي، حب السلوك وحب المشاعر كلاهما نابعان من القلب، من شعور واحد، مبدأهما الحب. ولهذا لما الفلسفة والقول بأن هذا خطأ وهذا صحيح؟ نقول: نحن مأمورون بالنظر إلى مآلات الأمور وكيف تنتهي الأمور. حب المشاعر حينما يقع في قلب الإنسان كيف يترجم؟ يترجم إلى أفعال، والأفعال تترجم إلى سلوك. وما هو السلوك الذي ينتج عن حب المشاعر؟ هو الزواج. وهل الزواج خطأ جسيم؟ أما حب السلوك فإن المشاعر تترجم إلى أفعال وتصرفات، وهذه الأفعال والتصرفات تترجم إلى سلوك، وهذا السلوك خارج عن إطار العلاقات التي شرعها رب العالمين، ولهذا يكون خطأ. ثم إن هذه العلاقة تعطينا نتيجة، من أجل ذلك قلنا عنها أنها خطأ. النتيجة أن الباب الخلفي، فتخطيئنا لهذا النوع إنما لنتيجته ليس لذاته، لأن الحب هو شعور يلقى في قلب الإنسان، مثل الكره، مثل الجوع، مثل العطش. يا أخي الإنسان، لو سأل سؤال أحد: يا أخي ماذا يحصل إذا انفتح الباب الخلفي؟ وأنا أيها الإخوة أحب قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أطرح بيان. أنا
ولا أتكلم بأحكام الدين، فالمفتون كثر وهم ثقات، إنما أطرح مسألة أناقشها فكريا فقط لا غير. أنا لا أتحدث عن أحكام شرعية هنا، حكم باب الخلفي وحكم باب الأمامي هذه ليست لدي، هي عند الفقهاء، إنما أتحدث من باب الفكر. ستحدث عدة أخطاء إذا فتح الباب الخلفي، وهذه الأخطاء ليست بالضرورة أن تكون هي من باب الخلفي، يعني لا نستطيع أن نقول هذا السبب، هذا النتيجة حصلت بسبب باب الخلفي، لا، قد يكون هناك أكثر من قضية، ولكن هذه القضية تلعب دور كذلك. أولا، إذا فتح الباب الخلفي انكسر حاجز الخوف من الله سبحانه وتعالى، هل توافقونني؟ حينما يتعرف الشاب على الفتاة، يعني احنا قلنا الآن حب السلوك خلاص، الآن حبينا نبدأ ندخل المرحلة اللي بعدها اللي هي سلوك الحب. هل حينما يقول الشاب الفتاة أحبك وهو لا يثبت بها في عقد زواج، كيف تنظر إلى هذه القضية؟ ثم إذا تمادى الشاب بعد قول أحبك إلى قول آخر، والوقت والمكان لا يسمح أن نتحدث بما يحصل، إنما أظن الجميع يعرف ماذا يحصل من الحديث. هل الحديث بين هذان الشابان في وضع رومانسي يعني يتزايد، هل هذا الكلام يرضي رب العالمين أم لا؟ الإجابة لا. ثانيا، انتهت مرحلة الكلام الآن، الآن حصل هناك وله واشتياق بين الجميع، كل يريد أن يرى الآخر. هل الفتاة حينما ترسل صورتها أو حينما تلتقي بهذا الإنسان في مكان معين وتريه شيء من وجهها أو من جسدها أو من شعرها، هل هي أرضت رب العالمين أم لا؟ وهل إذا تطور الموضوع إلى أكبر من ذلك من المصافحة أو إلى قضية أخرى، هل هذا يرضي رب العالمين؟ إن مجمل هذه الأفعال هي كسر لحاجز الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي هو مفطور في كل إنسان منا منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى لوالديه المسلمين، وهذا الفعل أحد الأسباب التي تكسر حاجز الخوف مع الله سبحانه. قد يقول قائل يا أخي ليه باب الخلفي، في أشياء أخرى؟ نعم نقول هناك أشياء أخرى، ولكن هذا مسبب، لأن هذا قضية حديثنا اليوم. وما أعظم أن ينكسر حاجز الخوف من الله، كيف لأمة أو مجتمع لا يخاف من خالقه وسيده ومولاه أن يكون له العزة؟ هناك من ناقشني في هذا الموضوع وقال لي يا أخي تراهم يصلون، تراهم ما كفروا، سبحان الله. نعم يصلون، نحن لا نقول هو كفر، نحن نقول هو يصلي، ولكن حتى الصلاة لنفهم ما معنى الصلاة، شيء مقدمة ونتيجة، هكذا ديننا عقلاني. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة، هذه الصلاة جنس الصلاة، الصلاة جنس الصلاة، ينهى عن الفحشاء والمنكر. فهل هذه الصلاة اللي هم يصلونها، اللي حاجتهم يصلونها، نهتهما عن الفحشاء والمنكر؟ هذا أدع الإجابة لكم. إذا انكسر حاجز الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحدث؟ الذي سيحدث أمر آخر، تطور جديد وجميل، لأن الآن أنا لا أرتكب الخطيئة، أنا لا أكذب لأني أخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، أنا لا أسرق لأني أخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى، أنا لا أمد عيني وبصري الحرام لأني أخاف من الله سبحانه وتعالى، ولكن حينما أكسر الحاجز خلص انكسر الحاجز، إرجاعه فيه صعوبة. تستطيع أن ترجع، أنا لا أقول لا تستطيع، ولكن كسرته بمحض اختيارك الآن، فأصبح لديك تساهل، خاصة أن خالقنا ومولانا وسيدنا لا نراه، إنما إيماننا به إيمان غيبي. ينتج عن ذلك
شيء جديد في حياة الإنسان، لأن الخوف انتهى، ما عاد في خوف من الله سبحانه وتعالى. مهما حاول الإنسان أن يرجع كسر حاجز مهم. يحصل التساهل في الدين، التساهل في أحكام الشريعة الإسلامية. ونطرح ثلاث أسئلة، وأنا إن شاء الله أتمنى أن أكون غلطان في أسئلتكم، لأن الخطبة أنا أرد وجهة نظر أمامكم ونتلاقى شيء فيما بعد. لا أزعم أن ما أقوله صحيح، ولكن أزعم أن هذا اجتهادي وأظنه صحيح. هل عصافير الحب لما تتكلم بالتلفون قبل الفجر وأذن المؤذن، هل يقولون يا جماعة لا خلاص أنا لما يقول حبيبتي طبعا لا يا قلبي لا، يقول لها بس أنا بصلي حاضر في المسجد وبرجعك؟ والله العظيم الذي تحدث مع إنسان بالحرام أو الذي يقترف الحرام وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي بيده روحي وروحك، ويعلم أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل ويتحدث، والله إنه لا يملك ذرة من الحياة. كيف الإنسان يستطيع ويتحمل؟ واعذروني، كيف يستطيع الإنسان أن يتحدث ويقترف الحرام ويعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون هو قريب منك؟ يا أخي والله لو علمنا أن جيشا على بعد 100 كيلو منا لا يستطيع يغزونا، لا يستطيع الإنسان أن يهنأ بطعام وشراب، فكيف بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده عمري وتوفيقي؟ هو قريب مني في الثلث الأخير من الليل، ينظر إلي ويسمع كلامي، وأعطاني الصحة والشباب والقوة وأتحدث بالحرام. نرجع، أنا أعذروني استطرت، ولكن يا أيها الأخوة الحقيقة حينما استشعرت لم أستطع أتمالك نفسي. القضية الأخرى، هل هذان المحبان سيقفان في الموقف أو في الوقت الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى متكرما متفضلا علينا، متفضلا متكرما علينا وهو الجبار الغني عنا الذي لا يحتاج إلينا، ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ أتعلمون ما هذا الكلام؟ يا أخي لو أنه يجيك مدير الجامعة هنا ويقول من يبي ينجح أبعطيها الحين، والله أظن بعض منا سيذهب الآن ويترك الصلاة ربه. فكيف بمن يده ملكوت السماء ينزل ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ كلكم هنا أيها الإخوة أتيتم لتتعلموا، كلكم تحجون توفر، كلكم تحجون قبلة في الجامعة. لو رفعت يدك إلى السماء وقلت يا الله يا رب صادقا معتقدا أن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على أن يرزقك ما طلبت منه لا أعطاك، كيف يمكن أيها الإخوة في هذا الوقت المهم جدا؟ هل هذان المحبان سيتوقع ويقول يا أخي والله بندعو الآن كل واحد يدعو لحبيبه، هل سيكون ذلك أيها الإخوة؟ هل سيكون في ذلك الوقت المهم جدا أو اثنين طالعين في ديت، هل في وقت الفجر في الوقت الذي يتكرم ويتفضل ربنا سبحانه وتعالى هل سيرفع يديه سيقول يا أخي دقيق بروح أنا أصلي ركعتين وأنت روح صلي ركعتين خلاص بطل؟ هل يكون ذلك؟ القضية الثالثة من التساهل الحجاب. هل تظنون مهما كانت البنت متحجبة هل حينما تخرج في لقاء مع صديقي، يعني دعونا نكرر منبر رسول الله من الحديث، لكن كيف تخرج وتلتقي بك ثم التمادي إلى أعظم من ذلك من تقبيل مرأة لا تحل عليك وربما إلى أكبر من ذلك؟ أسأل الله أن يعافيني وإياكم وأحبابنا جميعا. فخوف الله سبحانه